امشي زبا القامة امشي مرفوع الهامة امشي في كفي قصبة الزيتون وعلى كتفي ناشي وانا امشي وانا امشي وانا امشي وانا 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 امشي السلام عليكم، مساء الخير ومرحبا بالضيوف. وكنرحب بالعين بريس، هاد الجريده الالكترونيه اللي تنقلات باش دير التغطيه ديال هاد الامسيه الجميله اللي كتجمع الكثير من الفنانين والمثقفين والادباء. وانا جيت مسرور بهاد المدينه السعيده اللي هي مدينه الدروا، وكوني انا صاحب مقهى تتواجد في مدينة الدروا، هي مقهى دولشي أروما. فالفضاء ديالي كان دائما وأبدا مفتوح لكل كل فنانين، سواء في الرسم في الغناء في التمثيل، وكلهم كانوا كيتواجدوا على هذا المقهى. وجد لي الشرف وكثير من الشرف باش كنشوف هذه الوجوه النيره اللي حاضره معنا الان، الكثير منها، منهم جواد السيح، جواد العالمي، الاستاذ مشتري، اللي نورونا في هذا الفضاء الجميل بهذه المدينه اللي ربما ما معروفاش بزاف على الصعيد المغرب. وحنا كنحاولوا ما امكن بكوني من الجاليه المغربيه وانا من مواليد الدار البيضاء، وارتئيت باش حيت دابا كيف كنشوفوا كل المقاهي كتمشي لدوك المدن الكبيره بزاف. حنا الحمد لله دخلنا وقلنا لما لا ندير واحد الفضاء، واحد المقهى عصريه ويتجمع بين الثقافه والفن، ونجيب داك الوجوه اللي معروفه على بعض المدن الكبرى يجيو لهاد المدن الصغرى اللي هي جد جميله كيف شفتوا نتوما. فلي كل الشرف وجد فرحان باش كنشوف هذا الفضاء يعني كيتوافدوا عليه هذه الفنانه. واكيد حنا دابا ان شاء الله كنحاول ما امكن باش يكون فضاء ثقافي بالدرجه الاولى في مدينه الدروا، مقهى دولشي أروما. ومرحبا بالجميع. هذه مبادره مزيانه بزاف، لان حنا كنا كنشتغل في القطاع الثقافي، كل ما هو فني وثقافي. ما ممكنش تستني الشعر عن المسرح عن الفن، كيبقاو حتى هما عندهم نفس الاتجاه نفس الرؤى. الحمد لله هذا الملتقى، هذا الملتقى جميل، حضرت في الاختتام ديالو. كانوا قراءة شعرية في المستوى، التقيت مع شعراء اللي شحال هادي ما شفتهمش. بحال هاد النوادي الثقافية، خصو هاد المقاهي الثقافية خصها تعمم بزاف في المملكة. وهادشي راه هادشي الصالح، هادشي الصالح ومزيان تبارك الله سبحانه. زوج من توالي.